وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي من فلسطين، والذي نسلط فيه الضوء كل مرة على معاناة الشعب الفلسطيني وقصص الصمود والتحدي من الاحتلال الإسرائيلي. وفي أولى فقراتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، هذه المنطقة التي تضم سلسلة مصانع أساسية هنا في القطاع والتي دمرت خلال العدوان الأخير على غزة، خاصة أيضاً وأنها تعتبر عصب الحياة للسوق الفلسطيني. فلقيتها يعني ما عندها مع الناس اي مدخل رزق، كلنا قاعدين. بعد استهداف المخازن هذه، انا بحكي عن شركه مدور فقط، راح نسرح العمال لان مش راح نقدر نصرف عليهم، وان الحجم الخسائر راح يكون كبير جدا، ومش راح نقدر نشتغل ولا نستمر في هذا العمل لانه حجم الخسائر الموجوده عندنا هنا ما يعادل على شركه مدور ومجموع الشركات 10 مليون دولار لمدور، وباقي الشركات تقريبا 15 مليون، فتكون حجم الخسائر كبير ومش راح نقدر نستمر. هذا الذنب ينحرق وهذا الذنب ينحرق، هذا كله مصاري واموال، هذا نايلون ونايلون زراعي وتفتوف. طلع هنا المنشآت هذه لنا 20-40 سنة قاعد وإحنا بنعمل فيها، في ليلة ويوم ضيعتها، مش منطق هيك. يمكن حوالي 3000 لف التفتوف، طلع كيف خلوه كله كوم واحد. ها طلع حتى لو آخر نفس، وأقول لك في إيدي زرعة وعارف حالي بدي أموت بدي أزرعها. أنا فلاح ومزارع وعندي بيارة كمان نفس الإشي، البيارة ما سلمتش 7 دولمات من 27 دولم مسحوهم، ورغم ذلك إن شاء الله راح أزرع وأزرع الشجر. وبالنسبة للشركات هدول، للشركة مش حقدر أرجع زي ما كنت، ما أخبيش عليك، لكن لو بشتغل بعشرة شيكل لازم أعود أرجع شركاتي. رسالتي للعالم اني بدي يحيى الضمير تبعهم وتكون العدالة موجودة زينا زي باقي شعوب العالم. احنا لا احنا حابين الحرب ولا احنا غاويين حرب، احنا بدنا حقنا نعيش في ارضنا في وطننا كباقي البني ادمين وزي باقي الامم،
لإيش الظلم اللي أنتم عيشتونا فيه؟ ليش إحنا الوحيدين في العالم اللي ضايق عايشين تحت الاحتلال؟ والله رسالتي للعالم، العالم يطلع وين إحنا مكفى، اللي إحنا 30-40 سنة وإحنا تحت الاحتلال والتدمير، وكل سنتين ثلاثة وإحنا صايرين يعني بنحوش لنا قرشين بيجي بيعملوا لنا حرب. والله إحنا يعني منضلنا صمدين في وطننا وفي بلادنا، وإيش المكان لو ما ضلش معنا، وليش إحنا هنضل في بلادنا ولا متزحزحين ولا طالعين ولا زين. لقينا ناكل خبز بناكل، ما لقيناش إن شاء الله خبز وملح بنلاقي بناكل، ما لقيناش إحنا موجودين. ومن المصانع الفلسطينية المدمرة شرق القطاع ننتقل إلى حكاية الصمود والتحدي التي صنعها الفلسطينيون بعد العدوان الإسرائيلي، بعد أن قاموا باستخلاص الحديد من تحت الركام وأعادوا استخدامه من جديد في رسالة تحدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يغلق المعابر ويمنع دخول الحديد إلى غزة. الحديد عندنا كويس وصغ سليم ومنبيعه مع القصف ومع الضرب طلعنا من تحت الأنقاض، زي ما انت شايف الطعج بتبهدل وتدمر وبطلوع الروح. لما طلعناه جبنا كبشات وطلعناه، وهنا طلعناه برا ينشف من المية والرمل، كان مية ورمل هذا كله، وهنا شوي شوي منعدل فيه ومنصلح فيه، وهنرجع نصلح فيه من أول وجديد كمان. احنا موجودين هنا بندور الحديد، بنعاود نعدله ونظبطه بسبب الحصار، لانه مش موجود حديد في البلد، الحديد شحيح والبطوع، بنعاود نظبطه للحصمه اللي يطلع تمام وكويس نرجع نبنيه مره اخرى. هذا الحديد المستخدم بيتم تدويره واعاده تعديله من دور جديد واستخدامه في مراحل البناء في قطاع غزه. طبعا احنا لجئنا يعني او بشكل عام الشعب الغزي كله لجئ لهذا الموضوع لعدم توفير حديد الاجنس او حديد جديد، لعدم توفيره في الشركات وفي محلات البيع في ظل اغلاق المعابر بشكل متكرر لقطاع غزه، في شح كبير او تقدر تقول نقص كبير جدا في حديد البناء. المعابر ما انت عارف مسكره وفيش حديد في البلد، وازمه الحديد فوق هذا دمروا للحديد في البلد عندنا، خربوا ديارنا، دمروا الاقتصاد، ايش اللي بدهم اياه في البلد هذا مش معروف، بس فوق هذا ان شاء الله حنظبط وحنعمل وحنرجع كل شيء زي ما كان واحسن. الحديد هذا بعد ما احنا نشتغله ما يعادل 30 أسرة بتستفيد منه، يعني مصدر رزق لهم، بيشتغلوا من وراء الكلام، بنبني فيه تعيين البناء نفسهم، العمال بيشتغلوا برضو معانا في الكلام هذا، يعني هذا بيعود دخل على فوق 30-40 أسرة دخل يقوتهم اليومي من وراء هذا الشغل. في المرحلة هذه بنعتبرها لسه على المرحلة مش الأخيرة للحديد، بيتم نقله عبر يعني منوفات إلى مكان العمل، بيتم نقله عبر منوفات لمكان العمل، وبيتم فرزه بحسب الصنف وحسب النوع وحسب الطول حتى يسهل على المقاول أو على صاحب البيت اللي بده يبنيه، يسهل في عملية البيع والشراء. طبعا زي ما حكينا احنا سابقا انه بياخذ وقت كثير وبياخذ جهد كثير ومش هين الشغل فيه. يعني هذا بنعدله ثاني، بنرجع نعدله بنستصلح منه، مش طبعا مش كله حيطلع كويس، جزء حيطلع خربان وجزء كويس، بنستصلح منه اللي كويس وبنرجع نعيد شغله من اول وجديد للبنايات وللشبابيك وللدور، حاجات زي هيك. الشعب صامد قد ما يصير معاه وقد ما يكون عليه حصارات وعليه مصايب حيدم ويتحمل وحيطلع، مش حينزل الشعب هذا منه لأعلى إن شاء الله.
ومن قصة الصمود والتحدي من على أطلال الركام، سنتعرف معكم اليوم على ردة فعل الحركة الرياضية الفلسطينية على رفع العلم الفلسطيني في الملاعب الأوروبية من قبل اللاعبين الدوليين الجزائريين، إضافة إلى توشح المنتخب الجزائري بالعلم الفلسطيني، وذلك خلال حفل تكريم لأهالي الشهداء الرياضيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير. اللاعب محرز وإلى المنتخب الجزائري الشقيق، لأن الجزائر وفلسطين هي بلد المليون شهيد، ونعشق الجزائر كما تعشق الجزائر فلسطين. من الأسرة الرياضية اتجاه الشهداء الرياضيين الذين ارتقوا إلى العلا بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على فلسطين. شاهدنا في هذا العدوان ارتقى أكثر من 10 شهداء في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي دوما يستهدف الرياضة الفلسطينية ورياضيين فلسطينيين، لأن في كل الحروب التي شنها على أبناء شعبنا كانت الأسرة الرياضية تقدم الشهداء والجرحى، وحتى تدمير المنشآت الرياضية كما شاهدنا في حروب سابقة تم تدمير ملعب فلسطين وملعب اليرموك وغيرها من الملاعب والصالات الرياضية.
كل ثانية قلبنا بنحرق أولادنا. يعني أنا الحين بنصح كل أم إنها ما تنظمش، تخلف بدل الولد 5 10 تخلف، حتى نقدر ندافع عن بلدنا عن وطننا. وافتخاري بالشعب الجزائري، كل التحية والاحترام للشعب الجزائري، يعطيهم ألف عافية وبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير، كل لعيبة جزائر جزاهم الله كل خير، وإحنا معهم قلبا وقالبا وهم داعميننا قلبا وقالبا. أنا أبى أقول للشعب الجزائري وللحكومة الجزائرية منذ أكثر من 50 سنة ودولة الجزائر تحتضن الشعب الفلسطيني وتحتضن القضية الفلسطينية وضحت بأكثر من 1,000,000 شهيد في ثورتها الجزائرية وتحتضنت منظمة التحرير، فكل الاحترام إلى دولة الجزائر وإلى شعب الجزائر وإلى لعيبة الكورة في الجزائر، كل الاحترام لهم الذين رفعوا علم فلسطين وكأس فلسطين على ملاعب الجزائر، فهؤلاء نقدسهم ونقبل جبينهم ونقبل أيديهم الذي اعتنوا بفلسطين، لأن فلسطين جزء من الوطن العربي. والله أنا يعني كان شعوري بالفخر يعني لما أشوف لاعب من نجوم العالم يحمل علم فلسطين وبلف فيه وبطوف فيه في الملاعب العالمية، فهذا بيعطيني يعني ذو قوة ودفعة إلى التشبث بالحقوق والعمل على أخذ حقوقنا بجميع المجالات. سنقدم الشهداء، سنقدم بيوتنا، سنقدم أموالنا، سنقدم أبنائنا، وبإذنه تعالى ستعود فلسطين من النهر إلى البحر، وستعود إن شاء الله القدس عاصمة ليس فقط لفلسطين بل عاصمة إلى كل إنسان مسلم وإلى كل إنسان أيضا حر في هذا العالم. وبهذه الرسائل التضامنية من قبل الحركة الرياضية الجزائرية وبكلمات الشكر والتقدير والعرفان، ننهي حلقة هذا الأسبوع مشاهدين الكرام، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل. ابقوا دوماً مع برنامجكم الأسبوعي من فلسطين.